السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن New Clinical Case Scenario، وانا عارفة ان عدد كبير مننا بيحب فعلا الكلينيكال كيسز، وبتكون دي اقرب وافضل طريقة نقدر نثبت بيها المعلومة، وحقيقي ده المهم في الاخر، وده اللي هنشوفه في عياداتنا ومستشفياتنا. فقدامنا 4 كيسز الكومن ايتم بين الحالات ان في ليجن موجود في الاكسل، ممكن يكون في other sites، ممكن يكون في history هيفرق معانا، لكن يا ترى كل واحدة فيهم هيكون ايه الفاينل diagnosis. خلينا نشوف اول patient. اول حالة male patient كانت مشكلته ان في resistant oozing lesions موجودة في الأكزيلا، والحقيقة هو كان استخدم treatments كتير وما كانش فيه proper improvement، وتقريبا most of the sites في البودي ما كانش فيها مشكلة. المنطقة في الأكزيلا هي كانت المين site of affection، بالإضافة إلى كده بيدينا history ان في previous oral ulcers. لو قربنا شوية وشفنا close-up view للليجنز، زي ما احنا شايفين في oozing واضح جدا، اللون البني اللي احنا شايفينه في الباكجراوند ده البوتاسيوم بيرمنجنيت اللي اغلب الحالات بتستخدمه كدراينج اند انتيسيبتيك ايجنت، واضح جدا ان في thickened او hypertrophied or vegetating blocks موجودة في الأكزيلا، بالإضافة إلى some erosions and oozing. البيشنت نفسه بيقول إنه عنده oral lesions، وبسهولة جدا قدرنا فعلا نشوف إن في oral ulcers موجودة وواضحة جدا في الأورال ميكوزا. الحالة دي ممكن تكون straightforward، لكن حالة مهمة جدا ولازم نبقى عارفينها كويس. أعتقد أغلبنا ممكن يكون وصل لي الدياجنوزيس، أيوة مظبوط دي فعلا حالة بيمفيجوس فيجيتانز. والبيمفيجوس فيجيتانز ما هو إلا variant من البيمفيجوس فولجاريس، يعني الحقيقة ما فيش فرق كبير، يمكن just the clinical picture اللي بيكون فيها prominent and dominant vegetating lesions مع المين انفولفمنت للفليكشرز اللي بيفرق شويه البيمفيجوس فيجيتانز عن الفالجاريز. والفيجيتاتينج ليجنز دي ممكن تلخبطنا كمان مع اذر فيجيتاتينج ديس اوردرز، فلازم نعرف ايه هي الاذر ديزيزز او ديرماتوزيز اللي ممكن يحصل فيها كمان فيجيتيشنز. تمام، يبقى هو ما هو في الاخر الا بيمفيجوس فالجاريز، لكن لقينا فيه فيجيتاتينج ليجنز، وكمان دي سايت مينلي هيكون في الفليكشرز، وما انه فاريانت من الفالجاريز فاكيد وجود الاورال ulceration ده اساسي ولازم نشوفه، ولو مش موجود ده هيبقى against the diagnosis of بيمفيجوس فيجيتانز. كمان هتلاقوا ان في اغلب الكتب بتكتب عن 2 subtypes للبيمفيجوس فيجيتانز اللي هما the Newman type and the Halepo type، والحقيقة ان التفرقة ما بينهم بسيطة جدا، لكن بتعتمد انك تشوف الـ early evolving lesion، يعني في حالات الـ Newman type قبل ما بتحصل الـ vegetating lesions بتكون البداية عبارة عن vesicle أو bullous lesions، وبعدين بتبدأ تظهر الـ vegetations. لكن مع الـ halepole type البداية بتكون pustule، وده يمكن ما هواش حاجة متوقعة قوي، لكن ده اللي بيحصل في النوع ده، وبينتهي برضو في الآخر إنك تشوف الـ vegetating blocks or vegetating lesions، وبالتالي
انا عشان افرقهم مش هقدر من اعرف الكلام ده الا لو انا شفت الحاله early in presentation او كان في history دقيق جدا. لكن بعض الناس بتحب تسال على السبتايبس. علشان ما تتلخبطوش، انا زمان كنت بحاول افرق مين فيهم اللي بيبدا بالباستيول، هالوبو بي مع الباستيول. يبقى الهالوبو تايب هو اللي بدايته بتكون باستيول وبعدين بتنتهي في الاخر بالفيجيتانز، يعني لازم اشوف فيجيتاتينج ليجنز. اكيد ان النيومان تايب هيبقى مور اجريسيف نتيجه وجود من البدايه فازيكلز وبولي، هيبقى ده مور سيفير عن الهالوبو تايب. مره تانية، فيجيتانز ما هو الا فاريانت من الفالجاريز وبيشترك معاه في كل حاجه من مميزاته بسايد اوف بريدليكشن الفليكشرال ارياز، ومن اهمهم اكيد الاكزيلا والانجوينال ريجن. نفس الكلام لازم نلاقي اورال او ميكوزال ليجنز، وده مهم جدا. زي ما حضراتكم شايفين thickened hypertrophied vegetating blocks، اهم مكان هو الفليكشرال سايتس زي الاكزيلا والانجوينال ريجنز. كتير قوي بنشوفها في الاكزيلا وعن الانجوينال ريجن. كمان بعض الحالات even الفيجيتيشنز دي ممكن تحصل في other sites زي ما احنا شايفين even على الفيس. وفي الفيجيتانز لازم يكون عندي oral ulcers او mucosal erosions and ulcerations، ده اساسي، يا اما ما تكونش خالص الحالة بتاعتي فيجيتانز. القصة في البنفيجوس فيجيتانز هي القصة المعروفة واللي كلنا عارفينها في مشكلة البنفيجوس. الكراتينوسايتس ربنا خلق مجموعة كبيرة جدا من الروابط عشان تخلي الكراتينوسايتس دي ماسكة في بعضها والجلد يبقى انتاكت، ويبقاش ابدا من السهل ان حضرتك يحصل لك إروجنز او ألسرز او يحصل ديتاشمنت اوف ذا سكين. مجموعه كبيره جدا من الجانكشنز والمولكيولز اللي بتربط الكراتينوسايتس ببعضها وبتربطها كمان بالاندرلاينج بيسمنت ميمبرين. كل ده يعني لما بيجي اي حد فينا يقرا الجزء الخاص بالسيل تو سيل ادهيجن هتلاقي كم من الاعجاز رهيب جدا، كم مولوكيول وكم تايب من السيل جانكشنز موجوده، ولو كل واحد فيهم اتاثر ايه الديزيز اللي ممكن يحصل. سبحان الله بجد حاجه يعني مبهره. ففي قصه البنفيجوس المشكله على مستوى الديزمو جلينز، ديزمو جلين 1 اند ديزمو جلين 3، ودول احد الافراد المسؤوله انها تربط وتمسك الكراتينوسايت في بعضها علشان ما يحصلش اللي بنسميه acantholysis، ان يحصل separation between الكراتينوسايتس. طيب الديزموجلين 1 and 3 موجودين في السكن، كمان موجودين في الميكوزا، يعني موجود في الجلد وموجود في الميكوزال سيرفيسز. غير كده كمان في حاجة مهمة ما بين الديزموجلين 1 and 3، الحقيقة ان هما اوفياء جدا لبعض زي الاصدقاء. بمعنى ايه؟ لو حصلت مشكلة ضربت الديزموجلين 1، ديزموجلين 3 ممكن يحاول ان هو يصلح المشكلة دي اذا قدر، والعكس لو الديزموجلين 3 هو اللي كان المستهدف، ديزموجلين 1 بيحاول قد ما يقدر ان هو يسابورت الكراتينوسايتس الموجوده في المكان اللي حصلت فيه الاتاك. وبالتالي ديزموجلين 1 and 3 كان اكت كوبراتيفلي، في بينهم تعاون واتفاقيه كده ان هم يحاولوا قد ما يقدروا ان هم يثبتوا الكراتينوسايتس ويبقوا ادجرنت قد ما ممكن علشان يحافظ على ان حضرتك ما يحصل لكش اي مشكله. طيب لكن الحقيقة ان الديزموجلين 1 and ديزموجلين 3 مش موجودين،
بنفس الكثافة والتركيز واحد في الجلد زي وزي الميكوزال سيرفيسز. لأ، الحقيقة إن على مستوى الجلد the skin ديزموجلين 1 موجود منتشر throughout the epidermis، موجود في كل حتة بطول الإبيدرمس، لكن الديزموجلين 3 مركز أكتر أو متجمع أكتر في اللور بارت على مستوى البيزل والسوبرا بيزل لايرز. يبقى على مستوى السكين ديزموجلين 1 هو الدوميننت واللي موجود في كل مكان في الإبيدرمس، أما ديزموجلين 3 موجود في اللور بارتس يعني بيزل أند سوبرا بيزل، يعني الاثنين موجودين لكن التركيز بتاعهم أو الدنستي أو الإكسبريشن مش بنفس الدرجة throughout the epidermis. على مستوى الأورال ميكوزا قلنا برضو أن الديزموجلين 1 and 3 موجودين الاثنين هاند ان هاند، موجودين اتنين ومستعدين ان هم يدافعوا عن الاورال ميكوزا، لكن مين اللي مسيطر اكتر في الميكوزا؟ العكس، ان الديزموجلين 3 موجود throughout the whole layers of the mucosa، ولكن الديزموجلين 1 وجوده اقل بكتير من الديزموجلين 3، يعني في علاقة عكسية ما بين كمية الديزموجلين 1 أو الإكسبريشن أوف ديزموجلين 1 and 3 ما بين الجلد والميكوزا عكس بعض، وهما الاثنين موجودين in the skin and the oral mucosa وفي بينهم تعاون زي ما قلنا لو واحد فيهم حصل مثلا جه antibody وحاول ان هو يكسره ممكن الديزموجلين الثاني يحاول ان هو يصلح المشكلة، لكن ده مش دايما بينفع. لو شوفنا الفيجر ده، فيجر مشهور جدا ومهم جدا، بيفسر لنا الديفرنت تايبس من البيمفيجوس، ليه في انواع ممكن بنشوف فيها اورال ميكوزال ليجنز وانواع تانية مش هنشوف فيها الميكوزال ليجنز، وايه التفسير للقصة. اتفقنا؟ سواء كان على مستوى السكين أو the mucosal membranes احنا عندنا الديزموجلين 1 and 3 الاثنين موجودين، لكن لو خدنا الجزء left side of the figure او الجزء A في الجلد، مين الموجود اكتر ومنتشر throughout the epidermis؟ هو ديزموجلين 1 اللي هو باللون الاخضر. ده الطبيعي ان ديزموجلين 1 مسيطر على الإبيدرمس ومنتشر throughout، لكن الديزموجلين 3 برضو موجود لكن بدرجة أقل ومتركز أكتر في البيزل and suprabasal layers. والعكس قلنا موجود في الميكوزا. فلو أنا عندي antibody against ديزموجلين 1 وراح يضرب الديزموجلين 1 الموجود في السكين وراح يضرب الديزموجلين 1 الموجود في الميكوزا، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ بما ان ديزموجلين 1 في الابيدرمس في السكن هو الحقيقي المسيطر، لو انضرب ديزموجلين 3 مش هيقدر انه هو يمنع ان يحصل كانثولايسيس، لان حقيقي ديزموجلين 3 موجود جاست في اللور بارت، فزي ما احنا شايفين في الفيجر هو هيحافظ على اللور بارت اوف ذا ابيدرمس بيزل اند سوبرا بيزل، لكن الابر بارتس للاسف مش موجود هناك وما يقدرش يروح هناك وبالتالي هيحصل فيها كانثولايسيس، لكنه هيبقى سوبرفيشال وده اللي بيحصل مع البيمفيجوس فوليشيس. طيب لو انضرب الديزموجلين 1 على مستوى الميكوزا، هل الديزموجلين 3 يقدر يصلح المشكلة؟ طبعا يقدر ونص، لان انا عندي العكس في الميكوزا، ان المسيطر هو اللي باللون الاحمر على ال right side of the figure اللي هو الجزء B الديزموجلين 3. فلو الديزموجلين 1 انضرب وبقى عليه علامة الاكس اللي احنا شايفينها دي، حقيقي ديزموجلين 3 هيقدر ان هو يسد،
وهيقدر يحافظ على الانتجريتي اوف ذا سيلز، ومش هيبقى ابدا من السهل ان يحصل ulceration في الاورال ميكوزا لو كانت المشكله بس على مستوى الديزموغلين 1. يبقى الحاله دي غالبا كلينيكالي هتبقى ما فيهاش اورال ليجنز، فيها very superficial skin erosions اللي هو بيحصل مع البنفيكس فولياسيوس. طيب في البنفيكس فالجاريس والفاريانت بتاعه اللي بنتكلم عنه النهاردة الفيجيتانز، احنا عندنا انتي بوديز موجودة against ديزموغلين 1 and ديزموغلين 3، الاتنين ممكن يكونوا موجودين تمام، وممكن يكون just against ديزموغلين 3. وبالتالي بما ان الجلد في اكتر دوميننس للديزموغلين 1، لو بس الديزموغلين 3 هو اللي انضرب بانتي بادي ممكن ما اشوفش كوتينيوس ليجنز في البيشنت دول، واشوف اكتر اجريسيف اورال ulcers. لكن اغلب الحالات مع الوقت بيتكون عندهم كمان انتي باديز اجينست ديزموغلين 1، فيبقى في انتي بادي اجينست ديزموغلين 1 and ديزموغلين 3، ولو الاثنين اتضربوا خلاص كده الدنيا باظت، يعني مفيش اي حد فيهم سليم ممكن يحاول ان هو يساعد، فهيبقى عندي اكستنسيف ميكوكوتينيوس بنفيجس and deep blisters and erosions على مستوى الميكوزا. يبقى مفتاح مشكلة البنفيجس ان حضرتك تبقى عارف الديستريبيوشن للديزموغلينز في الجلد موجودة فين في اي layers، ومين فيهم الدوميننت اكتر على مستوى السكين، وفي الميكوزا مين فيهم الدوميننت، والفكرة الاساسية ان لو واحد بس انضرب ممكن التاني cooperatively can help، لكن ده بيعتمد على اي منهما اللي تأثر، هل الديزموغلين 1 ولا الديزموغلين 3. تمام اتفقنا فيجيتانز هو مجرد variant من الفالجاريز. المهم لو خدنا سكين بايوبسي في حالة البنفيجوس فيجيتانز، من مميزاته تحت الميكروسكوب ان الفيجيتيشنز دي هتظهر عندنا ب prominent epidermal hyperplasia، يعني هيكون في acanthosis and papillomatosis بالإضافة للباثولوجي اللي احنا عارفينه مع البنفيجوس فالجاريز و suprabasal acantholysis. كمان بيميز الفيجيتانز وجود xenophilic microabscess intraepidermal. الدفنت دايجنوزس في كل حالات الاوتو اميون بولوس درماتوزيز ان حضرتك تعمل اميون فلوريسنس، ولو هنعمل direct immune fluorescence في الجلد نفسه من البيشنت خلي بالكم ده سؤال كتير بيجي في الامسكيوز، المكان اللي هتاخد منه البيابسي. لو انا بعمل immune fluorescence باخد من البيري ليجنر سكين، ما باخدش ابدا من الليجن نفسه، لا باخد من البيري ما حول الليجن، والمفروض ان هنا هلاقي الانتي بوديز غالبا من الكلاس IgG وموجودة throughout the epidermis. هلاقي الاميون دابوزيس بتدينا اللايس لايك باترن اللي احنا شايفينه اللي عامل زي اللايس، ومعظم الحالات هتكون كمان من IgG 1 and 4 دول الموست كومن سب كلاسز. في الاول قلت لكم خلي بالكم الفيجيتانز ممكن يلخبطنا مع other vegetating lesions، لاني عندي other dermatoses can present with vegetations. ده كمان اللي هيصعب علينا ان بعضهم الفيجيتيشنز دي بتبقى موجوده في الفليكشرز زي ما حصل مع حاله البنفيجوس فيجيتانز، ومن اشهرهم هالي ديزيز ممكن تشوف في vegetative lesions. حتى الداريرز ديزيز في طيب منه بيحصل في vegetations، في نوع من البنفيجويد اسمه بنفيجويد فيجيتانز، في حاجة مشهورة جدا اسمها بلاستو مايكوزيس لايك بايدورما، ودي عبارة عن رياكشن باترن ل انفكشن غالبا بتكون بالستاف اوريس وبتدي شكل الفيجيتيشنز.
هنا بيجي أهمية الـ skin biopsy in differentiation. لو الحالة دي اتاخد لها في أي واحدة من الـ differentials دي، الـ skin biopsy هتساعد كتير إنك تحدد هل أنت فعلا بتتعامل مع حالة بنفيجيوس ولا ممكن يكون حاجة تانية خالص زي الـ blastomycosis like pyoderma. بالإضافة لكده في other differentials. واحدة من الفيجرز اللي شفناها كان عندها inguinal lesion، يعني لو أنا ما بقولش إن النهاردة بنتكلم عن البنفيجوس فيجيتانز، أول حاجة هتيجي في دماغي الكوندايلوما، كوندايلوما لاتا أو الكوندايلوما أكيوميناتا. ده مهم جدا لما بيجي في الـ inguinal regions. أغلب الـ differential مع الـ other vegetating lesions بتبقى من الـ infectious category، يعني bacterial زي الـ granuloma inguinal وأكيد الـ condyloma lata، fungal granulomas with deep mycoses، الـ viral تخيلوا، بالإضافة طبعا للـ human papilloma virus والـ condyloma acuminata. بعض حالات الـ herbs can present with chronic persistent verrucous أو vegetating lesions. فخلي بالكم ده سؤال ممكن يكون وارد في الروتين، أو لو أنت في حالة بتشوفها في الكلينيكال ومش قادر توصل للدايجنوزس، عندك differential واضح جدا ل many other dermatoses can present with vegetations. بنفيجوس فيجيتانز علاجه هيبقى زي ما بنقول مع الفالجاريس. بشكل عام مش من الشائع ان الحالات تبقى لوكالايز، لكن الحالة دي بالفعل كان عندها just in the axilla مع الاورال ليجن. ممكن بعض الحالات كان بيمانجد topically or intralesionally عن طريق استخدام الكورتيكوستيرويدز. مهم جدا استخدام البوتاسيوم بيرمنجانيت، وخلي بالكم مع البنفيجوس فيجيتانز لانه بيحب الفليكتشرز، والاماكن دي الفريكشن فيها مشكلة لأنه ممكن يأجرافيت أو يزود المشكلة. مهم جدا أن العيانين دول يستخدموا إيموليانس، وكتير بنكتب للبيشنز بتوعنا خاصة الناس اللي بيتعمل لهم أدميشن إن هم يستخدموا حاجة زي الفازلين أو شاش الفازلين، فازلين جوز، حاجة تقلل الاحتكاك، لأنه طبعا الفريكشن في حد ذاته ممكن يعمل induction of new lesions وهيقلل الهيلينج. المين لاين في البنفيجوس فالجاريس اند فيجيتانز اكيد هو السيستميك كورتيكوستيرويدز، والدوز مهمة جدا نبقى عارفينها، من نص الواحد ميلي جرام بير كي جي بير دي. واغلب الحالات بنبدأ على طول بالسيستميك ستيرويدز مع adjuvant steroid sparing agent، وغالبا بيكون الازافيوبرين. دول البست كومبينيشن والموست كوملي يوزد. وعلشان بنستخدم كتير الاميوران او الازافيوبرين كستيرويد sparing agent، لازم نبقى عارفين ان له سايد افكت مهم جدا ممكن يدخل الحالة بتاعتك في بون مارو سبريشن. كمان ان الازاثيوبرين ما تنسوش ان الإفكت بتاعه ما بيشتغلش immediately، فانا ببدأه من البداية مع الاورال او مع السيستميك كورتيكوستيرويدز على امل انه يساعدني اني ما استخدمش جرعات عالية من الاورال ستيرويدز او من البريدنيزولون، وبالتالي كان spare the need for using higher doses، وبالتالي أقلل السايد افكتس للكورتيكوستيرويدز. لكن هو نفسه الازاثيوبرين زي ما هيساعدني ان انا اقلل او ما استخدمش جرعات اعلى من كده من البريدنيزولون، خلي بالكم انه هو نفسه بيعمل بون مارو سبريشن. فعلشان كده اي حالة بتاخد الازاثيوبرين لازم يتعمل لها مونيتورينج عن طريق complete blood picture. برضو من الحاجات اللي ممكن نستخدمها مع الاورال ستيرويدز او السيستميك ستيرويدز في حالات البنفيجوس فيجيتانز اني استخدم المايكوفينوليت موفيتيل كستيرويد سبيرنج ايجنت. الحاجات دي ما بنستخدمهاش لوحدها كمونوثيرابي، لازم مع الكورنر تريتمنت بتاعك الاساسي، الكورنر ستون هو البريدنيزولون.
اضيف معها ستيرويد سبيرنج ايجنت، عندي اوبشنز منها المايكوفينوليت موفيتيل، هو كمان بيعمل بون مارو سبريشن، فخلي بالكم. من الأدوية اللي ممكن تستخدم برضو as steroid sparing agents هو السايكلوفوسفاميد أو الإندوكسان، لكن خلي بالكم الدراج ده له مجموعة أخطر وأكبر من السايد افكس عن الإيميوران أو الأزاثيوبرين والمايكوفينوليت موفيتيل. يعني هو كمان برضو بيعمل بون مارو سبريشن تمام، لكن كمان بيعمل لنا جونادال فيلير، يعني ممكن يدخل البيشنت في انفيرتيليتي. بيعمل حاجة مشهورة جدا وبنشوفها في الحالات، هيموراجيك سيستايتس، والأخطر من كده انه بيزود الريسك اوف كانسر بلادر. فبالتالي الدواء ده مش هيكون هو اول تشويس كاستيرويد سبيرينج ايجنت انا ممكن اضطر اني استخدمه اذا ما كانش فيه بروبر ريسبونس مع الاميوران او الازاثيوبرين والمايكوفينوليت موفيتيل as steroid sparing agents، ساعتها ممكن افكر في استخدام السايكلوفوسفاماين. وفي مجموعة كبيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين من other steroid sparing agents ممكن تستخدم، لكن الاساسي والstandard treatment هو the oral or the systemic corticosteroids. نشوف الحالة التانية. أيوة، دي بنوتة عروسة على وش زواج، وده كتير قوي في العيادات، تيجي واحدة قبل فرحها بكام شهر عندها شوية مشاكل عايزة تظبطها، فهي جاية بتقول أنا عندي في أماكن في جلدي لونها مش متوحد، وفي أماكن لونها أصفر وأماكن لونها بني، وأنا عايزة أعمل توحيد للبشرة. تسمعوا الكلمة دي كتير قوي، يعني ما شاء الله البيشنس بقوا فعلا يعني عندهم انفورميشن درجة توكسيك شوية. تمام، هي جاية علشان تظبط قبل ايه الفرح بتاعها. ايه اللي احنا شايفينه يمكن اللي هيجي بعد كده هيخلينا نشوف احسن لو ركزنا شوية وحد نظره قوي، هتشوفوا ان فعلا في يلوش ديسكالاريشن موجود هنا في جزء، وهنا كمان في سمول بابيولز لونها فعلا اصفر. لو شفنا كمان قريب باين اكتر هنا عند النك ان في باند لايك ليجن، مجموعه من السمول بابيولر ليجنز كونفلوينت مع بعضيها، لونها الى حد ما يلوش، وكمان في على الشولدر اوفرلاين واكستندنج لحد الكلافيكل قدام خالص. تمام، ادي فيو تاني واضح جدا اللون اليلوش، وفعلا البنت عندها حق ان في لون غريب موجود في الجلد. هل هنقدر نساعدها ولا ايه الحكاية؟ نروح بقى نعمل لها جلسات تقشير وجلسات ليزر والحركات اللي بنشوفها للأسف، ولا ايه الحكاية؟ الحكاية لازم تبدأ ان حضرتك تعرف الدياجنوزيس. سودوزانثوما إلاستيكم مرض مهم جدا. ليه؟ لانه مالتي سيستم ديس اوردر، المشكلة نوت جاست سكين، ده للأسف في ميوتيشن موجودة بتأثر على الإلاستيك فايبرز الموجودة أكيد في الجلد، كمان بالإضافة إلى other systems أهمهم the eyes and the vascular system. وبالتالي أنا مهم جدا أبقى عارف إن البيشنت بتاعتي عندها مشاكل تانية، ممكن النهاردة هي ما تعرفش أو لسه ما ظهرتش المشكلة، لو انا ما قدرتش اساعدها يبقى انا فعلا ضريت المريضة للأسف. كل المشكلة في البيشنس وللأسف نتيجة الجيناتك ميوتيشن الموجودة بيحصل فراجمنتيشن للإلاستيك فايبرز الموجودة في الأماكن الثلاثة الأساسية the skin, eyes and the blood vessels، ونتيجة كده كمان بيحصل
fragmentation and calcification of the elastic tissue. والقصة بتبدأ في سن صغير جدا، البنت كانت في سن العشرينات، وحقيقي أول manifestation كوملي إنها تبدأ في الجلد، وده دورك أو دي أهميتك كدرماتولوجيست إنك تلحق الحالة في البداية، مش لازم تشخصها لما تكون جاية بمشاكل كبيرة وعندها أنيوريزم وعندها ثرومبوزيس ودخلت في كومبليكيشنز ولوس اوف فيجن، ونقول لها ساعتها صحيح انت عندك سودوزانثوما إلاستيكم فكل اللي بيحصل ده منطقي. لا، الشطارة او الدرماتولوجيست الشاطر اللي يقدر يشخص الحالة early ويحاول انه يمنع الكومبليكيشنز، او يقدر to guide the patient علشان نتأكد ان مفيش important associations موجودة يمكن النهاردة البيشنت مش واخد باله منها او مفيش اي manifestations حقيقية ظهرت. early diagnosis ده دورك في القصة دي، لان الجلد يمكن يكون هو بداية المفتاح، زي ما قلنا زمان لو تفتكروا في الساركيدوزيس ان كتير جدا يكون البداية في الجلد، والدرماتولوجيست الشاطر هو اللي هيقدر يشخص بس عن طريق الجلد، وبالتالي يرحم او يساعد الحالة انها تدخل في مشاكل كبيرة جدا اذا حصل دايجنوزيس متأخر. الحقيقة اغلب الحالات اللي بنشوفها في ميلز، بس هل لانهم هم اللي بيهتموا وهم اللي بيجوا فعلا يكشفوا لما بيلاقوا yellowish discoloration ظاهر في مكان زي الأكزيلا او عند النيك، ودي الموست كومن سايت للسودوزانثوما إلاستيكم، غالبا هي القصه بتمشي كده زي ما شفنا the lesions yellow papules غالبا بتمشي في شكل linear او reticulate وممكن تبقى confluent، واشهر مكان ليها هو فعلا النك، ساعات بتبقى very extensive ويحصل cutis laxa ويبقى الجلد very lax and pendulant redundant. والوصف المشهور للجلد في حالة السودوزانثوما إلاستيكم the blocked chicken skin، عامل زي او الكوبلستون appearance عامل زي بالضبط the chicken سكين زي ما احنا شايفين، بابيولز اليلوش المتجمعة جنب بعضيها واخدة شكل ريتيكوليت ورلينير وفاري كاركترستيكلي بتحصل على السايدز اوف ذا نك. ده اهم مكان بتشوفه فيه السودوزانثوما إلاستيكم، وافضل مكان تاخد منه ري سكين بايوبسي. الأكزيلا زي ما شفنا من الاماكن، لكن الحالة فعلا كان واضح الليجنز اكتر على النك، هي ما شاء الله دقيقة الملاحظة، وشايفة كمان اللي في الأكزيلا هو مش باين في الفيجر لكن حقيقي هو كان فيه، لكن الواضح أكتر أكيد اللي كان موجود في النك. و sometimes إن الليجنز تحصل في other sites زي الميكوزة، واللون الأصفر ده هيلخبطها شوية مع sebaceous glands زي الفوردايس spots. لكن الحاجة الغريبة وانا بحضر لكم السيناريو بتاع النهاردة، لقيت ان في كلام كتير جدا على the exaggerated mental or chin crease، وبيقولوا ان الساين دي highly sensitive and specific في حالات السودوزانثوما إلاستيكم. شايفين المقصود بالمنتال او the chin crease اللي باينة عندنا في الفيجر، بيقولوا ان انت فعلا الفايندينج ده موجود في حالات كتيرة جدا تطلع في الاخر سودوزانثوما إلاستيكم. ده انا لو وردتكم كمان الفيجر اللي بعد كده شايفين كل دول عندهم striking mental crease، وكل دول حالات سودوزانثوما إلاستيكم. فايندينج غريب جدا، ويعني مش متخيلة ان الامور بالبساطة دي، لكن حاجة الواحد برضو ياخد باله منها، ومش هتكلفنا حاجة ان احنا نلاحظ. للأسف انا ما كانش عندي المعلومة دي، فما عنديش فيجر، ما صورتش انا الفيس او the chin، لكن دي حاجة لطيفة جدا اذا كانت ماركر او فايندينج يساعد ان هو يسابورت التشخيص بتاعك، وحاجة سهلة جدا واضح انها
حقيقي highly specific زي ما بيقولوا. اتفقنا ان pseudoxanthoma elasticum multi system disorder، العيانة هتيجي لحضرتك علشان الجزء اللي ظاهر في الجلد واللي اكيد بيقلقها، لكن ممكن يكون عندها مشاكل تانية اذا كانت فعلا pseudoxanthoma elasticum اهمها الفاسكولار والاوكولار changes. الحالات دي نتيجة برضو المشكلة اللي بتحصل في الالاستيك تيشو في البلود vessels في اللامينة، بيبدأ يحصل لهم للأسف كالسيفيكيشن، وده ممكن يعمل بالنهاية accelerated atherosclerosis even vascular occlusions. الانترميتنت كلوديكيشن من الحاجات المشهورة جدا في الفاسكولار انسفيشنسي مع حالات pseudoxanthoma elasticum، وغالبا الفاسكولار او الارتيريال مانيفستيشنز بتظهر يمكن في وقت متأخر، وغالبا زي ما قلنا the skin هو بيكون الـ early presentation اللي ممكن يحصل قبل يمكن الـ vascular disturbances. ممكن العيانين يحصل لهم كمان aneurysmal dilatations، وممكن تنتهي القصة بالـ death إذا حصل affection للـ cerebral blood vessels و cerebral hemorrhage أو occlusion للكرونريز ويحصل لهم اسكيميا وستادن ديف، يعني من الحالات اللي ممكن يحصل لها complications very serious. حتى على مستوى الجي اي تي نتيجة الافكشن للبلود vessels ممكن يحصل لهم severe upper جي اي تي bleeding، وممكن يكون أحد أسباب الدف in cases of pseudoxanthoma elasticum. الأشهر من كده والمفروض لو حضرتك شكيت إن الحالة pseudoxanthoma elasticum على مستوى الجلد لازم تكمل مجموعة من الكريتيريا عشان يبقى عندك definite diagnosis. زي ما اتفقنا هو multi system disorder، إذا لقيت skin lesions بس لازم أدور على the other items or the other systems to be involved. منهم الفاسكولار ستراكشرز، علشان كده هنعرف ان الحالات دي مفروض يتعمل لها بيز لاين ايكو علشان نشوف هل في فاسكولار ابنورماليتيز ولا لا. تاني حاجه لازم تبعتها على طول للاوفثالمولوجيست عشان يأسس the presence of the ocular changes، وهما حاجتين مهمين جدا ومشهورين جدا بيجوا كتير في الام سي كيوز، اشهرهم the angioid streaks and the podurange fundus. انا مش اوفثالمولوجيست ومش انا اللي هعمل الاكزامينشن، لكن انت لازم تحاول انك تريفير البيشنت وديسكاس مع الاوفثالمولوجيست الحاجات اللي انت بتدور عليها او الديفرنشال اللي انت بتفكر فيه عشان تساعده ان هو فعلا يعمل بروبر ايفالويشن. فانا بدور على حاجه اسمها بودورانج فاندس وحاجه اسمها انجويد ستريكس. ده كمان بيقول لك ان البودورانج فاندس ده يعتبر من الايرلي تشينجز اللي بتحصل على مستوى العين even in childhood. يعني على العكس بقى لو اوفثالمولوجيست شاطر وبيفحص طفل لاي سبب من الاسباب وشاف البودورانج فاندس، ده مفروض يكون كده alarm ان الحالة دي ممكن بعد كده تطلع pseudoxanthoma elasticum، وان المفروض يتعمل لها proper follow up. الانجويد ستريكس خلينا نشوف فيجر احلى من كده، شايفين ده واضح فيه اكتر. الانجويد ستريكس فوق الجزء اللي عليه الارو the broad lightly colored streaks لونها اصفر فاتح شوية او hypopigmented عن الباك جراوند، هي دي الانجويد ستريكس. والمطلنج الموجود في الجزء اللور بارت من الفيجر هو ده اللي بيسموه البودورانج فاندس. انا تفاصيل مش هتهمنا احنا، لكن لازم نبقى عارفين احنا طالبين من الاوفثالمولوجيست يدور على ايه. لو خدنا سكين بايوبسي افضل مكان اتفقنا ناخد منه في حالات السودوزانثوما إلاستيكم هيكون the size of the neck، ده افضل مكان تاخد منه العينة. المشكلة على مستوى الإلاستيك فايبرز زي ما اتفقنا fragmentation and degeneration of the elastic fibers، وكمان بيحصل deposition للكالسيوم،
وافضل صبغة نشوف او ستين نشوف بيها الالاستيك فايبرز هي الاورسين ستين زي ما احنا شايفين، هتبقى بوزيتيف واضح جدا الكلامبنج والفراجمنتيشن للالاستيك فايبرز على مستوى الماد ديرمز. نفس المشكلة بتحصل في الفاسكولار ستراكشرز، لكن احنا يهمنا لو خدنا سكين بايوبسي ايه اللي هندور عليه وايه هي السبيشال ستين اللي المفروض تطلب انك تصبغ بيها علشان تشوف حقيقي الالاستيك فايبرز. اتفقنا زمان اي ديزيز هيكون له دايجنوستيك كرايتيريا ياريت نعرفها كويس، لان دي مفروض بتسهل علينا جدا ان احنا نوصل للتشخيص بوضوح with accuracy، لان دي دايجنوستيك تول وهتلاقوا كلها كلام اللي احنا قلناه. يعني الميجور دايجنوستيك كرايتيريا الموجودة عندنا في الجلد الكلينيكال اللي احنا شفناه the yellowish papules and the plaques موجودة على السايد of the neck، الفليكشورال areas of the body زي ما شفنا في الأكزيلا، بالإضافة على مستوى الجلد لو خدنا سكين بايوبسي ولقينا الالترنيشن والفراجمنتيشن في الالاستيك فايبرز مع الديبوزيشن of كالسيوم. دي الحاجات اللي بتحصل في الجلد. العين اتفقنا حاجتين مهمين البودورانج والاندرويد ستريكس. الجيناتكس هو الديزيز مالي جيناتك وعندي جين محدد، اذا عملنا ميوتيشنال اناليسيز وقدرنا نعمل ديتكشن للجين او بما انه جيناتك ديس اوردر في فيرست ديجري ريليتيف هو ميت ذا دايجنوستيك كرايتيريا، يبقى انا ده هيساعدني ان انا جمع الميجور كريتيريا. وفي other minor كريتيريا عشان اقول definitely ان الحالة اللي قدامي سودوزانثوما إلاستيكم، محتاجين يكون معانا ايه two or more major كريتيريا بشرط، خلي بالكم not belonging to the same category، يعني ما يكونوش الاتنين في الجلد ولا الاتنين مثلا في العين ولا الاتنين في الجيناتكس. ليه؟ لاني بقول ان هو مالتي سيستم ديس اوردر، لازم يكون في عندي اكتر من سيستم. يعني مثلا اذا انا لقيت الكلينيكال يلوش بابيولز اند بلاكس اون ذا لاترال سايد اوف ذا نيك اند فليكشورال ارياز اوف ذا بودي، وبعت البيشنت راحت للاوفالمولوجيست رجعت تقول ان عندها بودورانج وانجويد ستريكس اور انجويد ستريكس، انا كده جمعت اتنين واكتر كمان من الميجور كريتيريا وطبقت القاعدة ان ما يكونوش في نفس الكاتيجوري او في نفس السيستم. ده اللي بيوصلك للدفنت دايجنوز، وهتلاقوا بعد كده التدرج اللي هيوصلنا للبروبابل او البوسيبل دايجنوزز. انفستيجيشنز زي ما اتفقنا دي سكين بايوبسي وافضل مكان ناخد منه، مهم جدا ان انا اعمل للحاله بيز لاين ايكو، ولو عايز ديفينيت دايجنوزز هتعمل الميوتيشنال اناليسيس واللي اكيد مش من السهل ان احنا دايما نعمله. للاسف انا ليه طولت ان انا اشوف الاذر سيستمز وايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لحالات السودوزانثوما إلاستيكم، لان انا للاسف ما عنديش حل للديزيز even the skin lesions، ما فيش لحد النهاردة specific treatment. يعني البنوتة العروسة الجميلة اللي جاية تطلب مني ان احل المشكلة، للأسف انا حقيقي لحد النهاردة ما فيش حاجة تقدر تشيل المشكلة من اساسها it's a genetic disorder. لكن اكيد مهم جدا ان انا امنع ان البيشنت دي يحصل لها loss of vision او يحصل لها cardiac complications او upper GIT bleeding. كمان مهم جدا الكونسلينج، يعني لازم اعمل screening للريلاتيفز واشوف ممكن يكون في other members يكون عندهم نفس المشكلة. للأسف مفيش أكتر من كده نقدر نعمله لحد النهاردة. يمكن ده كتير بيبقى محبط للبيشنس، لكن في رأيي إنك تمنع
كومبليكيشن مهمه ممكن تحصل في العين او في الكارديو فاسكولار، وانك توجه البيشنت للبروبر مانجمنت حتى لو ما كانش حقيقي هيحل مشكله الجلد دي في حد ذاتها فاليو مهمه، وده دورك لحد النهارده الى ان يتاح تريتمنت يمكن في المستقبل. نشوف الحاله اللي بعد كده. الطفلة دي والدتها جابتها صراحة، وكانت يعني بتشتكي انها لفت وكل شوية تروح لدكتور او دكتورة ويقولوا لها دي شوية اكزيما وحساسية وهتروح وتاخد شوية topical steroids وبعد كده توقف تلاقي الدنيا ما بتتحسنش قوي وترجع تاني. بقالها فترة الصراحة وغلبت وتعبت، وجات بقى ايه بالمرة كده عدت علينا في الجامعة قالت يعني ما نشوف الناس اللي هناك دول يمكن نلاقي حل. هي عندها ليجن واضح جدا في الاكزيلا، في ماني كراستيد اند سكيلي بابيولز موجودة في الاكزيلا واضحة جدا، كمان حقيقي السيبريك سايز كلها تقريبا كانت involved behind the ears. لو ركزنا شوية هنلاقي السكالب نفسه فيه crustacean واضحة. تقريبا كل الترانك كان فيه scaly papules even the umbilicus، وكان فيه شوية oozing كمان موجود. نزلنا تحت على النابكن area برضو البيكتشر الصراحة قريبة قوي فعلا الكلام اللي قالوا لها انها سيبوريك درماتيتس او اكزيما دهنية وهتروح. لكن خلي بالكم من نقطة خطيرة جدا ومهمة جدا في الفيجر اللي قدامنا، شايفين النقط الريدش دي عبارة عن بوربرا او بيتيكي. هل السيبوريك درماتيتس او الاكزيما ان جنرال هتشوف فيها بوربرا او بيتيكي؟ دي عايزة انك يبقى عندك جود اوبزرفيشن وتفحص الحالة براحتك خالص وكويس جدا، وما تبقاش تستهيف، معلش في الكلمة، ساعات كلنا نعمل الحركة دي نستهيف ما هي اكزيما ما هي السيبورية وخلاص من بيت. حتى ساعات بعضنا ما بيكلفش خاطره ان هو يفحص الحالة، لا احنا نفحصها، وبعد ما نفحصها يا اما نأكد على الكلام فعلا ان هو مظبوط او نشوف ايه المشكلة، يمكن يكون فعلا ما هياش سيبوريك درماتيتس. حالة خطيرة جدا ومهمة جدا، و it's a common mass diagnosis. للأسف حالات Langerhans cell histocytosis من الحالات اللي للأسف كتير بتبقى مازد او بتتشخص فعلا على انها سيبوريك درماتيتس. هو زمان كانوا بيسموها هيستيوسايتوزيس اكس، وكان في ديبيت هل هو مالجنسي او حاجة نيوبلاستيك ولا جاست بروليفريتيف ديس اوردر. يمكن اخر كلام ان هي فعلا نيوبلاستيك ديس اوردر، لكن المشكلة على مستوى اللانجرهان سيلز ووجودها بكميات رهيبة في different tissues بينتهي ب tissue destruction حسب الorgan involved. ومن أشهر الorgans اللي بيحصل لها infiltration باللانجرهان cell histocytosis هو بيكون دايما السكين. أي age ممكن تحصل فيه مشكلة، لكن فعلا أغلب الحالات اللي بنشوفها بتكون في early childhood even since birth أو في neonatal period. اللانجرهانس اللي حضراتكم عارفينها هي الانتيجين presenting cell، وطبيعي جدا انها موجودة normally في السكين، ما هياش خلية دخيلة على الجلد، هي واحدة من السيلز اللي لها دور مهم جدا في الانتيجين presentation. ومن خصائص اللانجرهان سيل انها بتعمل اكسبريشن للانجرين، من اسمها لانجرهان لانجرين ماركر للانجرهان سيل.
كمان في الالترا ستراكشر عشان اعرف ان السيل دي لانجرهان سيل او تحت الالكترون مايكروسكوبي بيكون في جرانيولز مميزه جدا اللي هي البيربك جرانيولز، ودي الهول مارك فور لانجرهان سيل مميزه جدا زي ما احنا شايفين اللي عليها الاسهم عامله زي التنس راكت او زي مضرب التنس او الراكت، ودي من الحاجات اللي بتميز اللانجرهان سيل على مستوى الالكترون مايكروسكوبي اللي بنسميها دي بيربك جرانيولز. طيب يعني انا طبيعي ان الاقي لانجرهان سيل في السكين؟ اه طبيعي، وفي مجموعه كبيره من الماركرز بتميز اللانجرهان سيل او ار اكسبريسد باي دي نورمال لانجرهان سيلز، ومن اهمها the CD1A. ما تنسوش ابدا the Langerine، اتفقنا the highly expressed by the Langerhans cell، كمان ما تنسوش the CD1A. امال لما يحصل Langerhans cell histiocytosis او يحصل abnormal proliferation، بدل ما Langerhans cell موجوده بالمعدل الطبيعي، لا بدات يحصل لها proliferation neoblastic proliferation وبقت موجوده بكميات كبيره، او اللي بنقول عليها pathological Langerhans cell. هل هيفضل بتقدر تعمل expression للLangerine والCD1A؟ ايوه، بالاضافه لكده الباثولوجيكال لانجرهانس سيل كان اكسبرس ال S100 بروتين، علشان كده مهم جدا نبقى عارفين ازاي ان احنا نعرف او نفرق لو في لانجرهانس سيل انفلتريشن موجود في الجلد، هل هو حاجه رياكتيف وبيناين وما هواش ابدا القصه اللي احنا خايفين منها لانجرهانس سيل هيستيوسايتوزيس، ولا هي فعلا لانجرهان سيل هيستيوسايتوزيس. الماركرز التلاتة دول اذا كانوا بوزيتيف ده ماشي فعلا يأكد لنا ان الحالة لانجرهان سيل هيستيوسايتوزيس. اتفقنا انها غالبا خلاص الكلام انها مش رياكتيف او جاست بروليفراتيف، هي نيوبلاستيك disease، وان في certain mutations بتحصل في signal transduction pathway موجودة في اغلب الحالات. بعض الكتب هتلاقي فيها الكلاسيفيكيشن ده للرانجرهان سيل هيستيوسايتوزيس، ويمكن ده الكلاسيفيكيشن القديم شوية ممكن يكون موجود في الكتب اللي معاكم دلوقتي، وده ايام زمان لما كنت انا مكانكم وبذاكر كان فعلا هو الكلاسيفيكيشن ده اللي موجود. كان في حاجة اسمها Litter Sew Disease والهاند شولر كريستيان ديزيز، الزينوفيليك جرانيلوما اوف بون غالبا، والكونجينيتال سيلف هيلينج ريتيكولو هيستيوسايتوزيس او الهاشيموتو بريتسكر ديزيز. الكلاسيفيكيشن ده الى حد كبير تم استبداله بكلاسيفيكيشن تاني منطقي اكتر، لانه بيترتب عليه اختيار التريتمنت بلان. فخلي بالك ان ممكن حضرتك الممتحن يحب يسألك في الكلاسيفيكيشن القديم لو هو اورينتد اكتر بيه، فياريت نحاول نعرفه، وانا هكلمكم اكتر عن الكلاسيفيكيشن الجديد، وفي الاخر هتكتشفوا ان هما الاتنين تقريبا حاجة واحدة. يعني ايه؟ The new classification قال ان احنا هنفرق ال different types of Langerhans cell histiocytosis اعتمادا على the number of systems involved. هل المشكلة على مستوى one system يعني single system disease or multi system disease، لان في الاخر العلاج او treatment plan هتختلف تماما اذا كانت المشكلة على مستوى single system ولا كانت multi system. ورجع تاني قسم لنا الـ single system disease إلى unifocal and multifocal، والـ multi systems high risk and low risk. طيب لو احنا الأول بنقول إن احنا عندنا في حاجة اسمها single system Langerhans cell histiocytosis، يعني ممكن المشكلة تحصل متبقاش
disseminated just على مستوى one organ. الموست كومن ان هو يكون البون، ده مش هيهمني انا. السكند كومن هو the skin، يبقى سنجل سيستم، ويبقى السيستم المستهدف هو الجلد. ده the second most common site for Langerhans cell histiocytosis. طيب اذا كنا بنتكلم على multi system Langerhans cell histiocytosis، يعني عندي organs كتيرة للأسف انضربت، برجع أقسمها high risk و low risk على حسب the organs الأهمية. يعني لو البون مارو اللي حصل له involvement أو الليفر أو the spleen، هنا المشكلة بقت كبيرة جدا، وده هيبقى multi system و high risk. الجلد مهم جدا مع Langerhans cell histiocytosis، واغلب الحالات فعلا بنشوفها في الاطفال، يعني تقريبا اغلب الحالات. واكبر مشكله ان Langerhans cell histiocytosis كتير جدا، بيبقى الكلينيكال بريزنتيشن زي بالظبط السيبوريك دورماتايتس، يعني فعلا قريب جدا من السيبوريك درماتيتس، وهنشوف الفيجرز كمان شوية. بياخد كل السيبوريك سايتس، ممكن ياخد other sites كمان زي النيلز، لكن علشان هو قريب جدا الانفولفمنت للسكين في حالات Langerhans cell histiocytosis، سواء كانت سنجل سيستم ولا لأ، كتير بتيجي شبه السيبوريك درماتيتس. فأي حالة كانت شخصناها أنها سيبوريك درماتيتس أو كريدل كاب أو نابي راش نابكين درماتيتس، وما فيش البروبر ريسبونس أو persistent أو resistant، أرجوك فكر أنها ممكن تكون Langerhans cell histiocytosis. خلي بالكم أن الايج ماشي جداً مع المشاكل دي كلها، يعني في نفس الايج، في اليونج ايج ده ممكن يحصل حقيقي الكريدل كاب والنابكن درماتيتس والسيبوريك درماتيتس. طيب خلي بقى في الباك جراوند عندك اسوأ احتمال انها تكون Langerhans cell histiocytosis، وفي الحالة دي لازم هنحتاج نعمل سكين بايوبسي. مش كل حالة عندها نابكن راش هعمل لها سكين بايوبسي، لكن ملاقي في abnormal presentation او lack of response للproper treatment. والحاجة بقى اللي تخلينا نشك أكتر هي البربيريك ليجنز اللي شفناها. مفيش سيبوريك درماتيتس بيحصل فيها بيتيكيو بيربرا، ده بيحصل للأسف مع حالات Langerhans cell histiocytosis لو البليتليت كاونت حصل له ماركت ريدكشن. فإذا لقيت بربيريك ليجنز زي الحالة بتاعتنا، لا يبقى فعلا البيشنت دي كان عندها حق والام دي عندها حق، دي ما هياش خالص سيبوريك درماتيتس. شايفين قد ايه كريدل كاب سكيلي سكالب سيبوريك درماتيتس عادي في السن الصغير ده، عادي بنشوفها كتير جدا. طب حضرتك اديتها التريتمنت وما فيش الريسبونس، ما بتخفش، ركزنا شويه، لقينا كمان في بربريك ليجنز واضحة جدا، هنا في بربرة رهيبة موجودة على السكالب، هل ده منطقي ان هو يحصل مع السيبوريك درماتيتس؟ كمان Langerhans cell histiocytosis بتاخد كل السيبوريك سايتس، حتى الاير الاوريكل نفسه ريترو اوريكولر وكل السيبوريك سايتس، ده هيلخبطنا اكتر. شايفين النابكن اريا من الاماكن اللي بيحصل فيها السيبوريك درماتيتس والنابكن درماتيتس، وفي السن الطبيعي ان يحصل فيه الكلام ده، لكن خلي بالكم في بربريك ليجنز باينه في التو فيجرز اللور، تو لور فيجرز بربرا واضحه جدا، ده اجينس انها تبقى سيمبلي سيبوريك درماتيتس. البربريك ليجنز اذا شفتوها، وفعلا كتير من الحالات لما تيجي تدور بتدور في الهاند
تفتح كده، البيبي بيبقى صغير وقافل ايده، تفتح بالراحة وتشوف وتعمل proper examination. هتلاقي ال purpuric lesions، خلي بالك mostly هتطلع للأسف Langerhans cell histiocytosis. The skin Langerhans cell histiocytosis ممكن يحصل كجزء من المالتي سيستم ديزيز. يعني اتفقنا لو سنجل سيستم، الموست كومن سيستم هيكون البون، والسكند موست كومن هيكون ذا سكين، والبرزنتيشن غالبا سيبوريك درماتيتس لايك، وممكن قوي تلاقي البروبيريك ليجنز اذا لقيتها خلي بالك. كمان الجلد ممكن يبقى واحد من other systems في المالتي سيستم ديزيز، اللي زمان كانوا بيسموه ذا هاند شولر كريشيان ديزيز او سيندروم، وهو مالتي سيستم. يبقى بالاضافه للسكين هيبقى فيها عندي سيستمز ثانيه مهمه. مهم جدا هنا البون ليجنز، وبتبقى ليتيك ليجنز اوستيوليتيك، وموست كومنلي هتبقى موجوده في السكال بون، بيبقى معاهم اكزوفثالموس، دايابيتس انسيبيدس علشان انفلتريشن في البيتويتري جلاند بالهيستيو باللانجرهانس سيلز. وبالتالي انا عندي اكتر من organ او اكتر من system involved، فهي multifocal دايما ومالتي سيستم، وده اللي كانوا زمان بيسموه the hand shoulder christian disease. bone lesions مميزة جدا في skull bone، وبتبقى of osteolytic nature. والديابيتس انسيبيدس مهم جدا، لازم الاقي كل الاورجنز دي involved عشان اقول ان هي مالتي سيستم. طيب الجلد هيكون ايه اللي هيجيب لنا الحالة الهاند شولر كريستيان ديزيز؟ لان برضو عندها في الجلد سيبوريك درماتيتس لايك ليجنز او يلو براون نوديولز كتير جدا، برضو بيجوا بيكتشر زي السيبوريك درماتيتس. في المالتي سيستم كمان بيحصل انفولفمنت للجنجيفا with ulceration and hemorrhage، وساعات كمان يكون البيبي يتولد with premature eruption of teeth. في المالتي سيستم ديزيز من الموست اجريسيف فورمز او الهاي ريسك، اللي زمان كانوا بيسموه ليترير سو ديزيز. الليترير سو ديزيز ده الموست اجريسيف فورم من اللانجرهانس سيل هيستيوسايتوزيس، وغالبا بيكون فيتال. ايه اللي هيجيبه لنا عشان عنده سكين ليجنز؟ شكلها ايه؟ سيبوريك درماتيتس لايك، فخلي بالك. لكن كمان عنده ايه؟ عنده اكستنسيف اورجان انفولفمنت، ليفر، بون، سبلين، لونجز، سي ان اس، بون مارو، وبالتالي هو مالتي سيستم اند هاي ريسك. الحالات دي غالبا غالبا بتنتهي بفيتال اوتكم. لكن على مستوى الجلد سيبوريك درماتيتس لايك، لكن في اورجانز كتيره تانية فيها مشاكل. كتير قوي من الحالات دي بتجينا من الهيماتولوجي في الاطفال، اسم الاطفال بتبقى هي اوريدي دايجنوزد وادميتد، ويبعتوها عشان يسالونا على السكين ليجنز. انا شفت اكتر من حاله بنفس السيناريو، هي اوريدي ادميتد في الهيماتولوجي، وهما طبعا بيعملوا كل الانفستيجيشنز اللي هنتكلم عنها كمان شوية، وبعدين يسألونا على الجلد، فهنشوف هل احنا نقدر نعمل حاجة ولا لا. اللانجرهانس الهيستيوسايتوز لو هي سنجل سيستم، عشان كده الكلاسيفيكيشن الجديد ده مهم في اختيار العلاج وفي تحديد البروجنوزيس. لو أورجان واحد او سيستم واحد سنجل سيستم، سواء كان دي سكين او دي بون، او كان مالتي سيستم لكن من اللو ريسك، غالبا المورتاليتي بتبقى قليله. المشكله الكبيره زي ما قلنا في المالتي سيستم هاي ريسك زي في الليتر سو ديزيز، ده غالبا فيتال. و sometimes ان يحصل في السنجل سيستم يحصل سبونتينيوس ريجريشن اوف ذا ليجنز، وكان في نوع في الكلاسيفيكيشن القديم اسمه الهاشيموتو بريتسكر ديزيز، وده كان مفروض نوع بيبقى موجود since birth او congenital، وبيحصل له spontaneous regression.
انا عشان اقول ان الحاله قدامي لانجرهانسل هيستيوسايتوزس، لو عندي جيالي في عياده الدرما يبقى انا عندي سكين ليجنز، خدت منها سكين بايوبسي، لازم اطلب الماركرز. واتفقنا ان انا عندي 3 ماركرز مهمين، S100 CD1A and Langrene. دول مفروض التلاتة يكونوا positive عشان اقول انها Langerhansel histiocytosis. طيب مهم قوي بقى ان انا اعرف هل هي single system ولا multi system، لان اكيد الحالة البروجنوز بتاعها هيختلف والتريتمنت هيختلف. فمطلوب مني ان اعمل مجموعة من الانفستيجيشنز عشان اتأكد هل المشكلة جاست على مستوى السكين وهو سنجل سيستم انفولفينج سكين، ولا في اذر اورجنز او اذر سيستمز، ويا ترى اي سيستمز هتكون انفولف. علشان كده في الانفستيجيشنز اول حاجة ان احنا نعمل سي بي سي. ابسط حاجة ان احنا هنعمل بصورة دم، هنعمل liver and kidney functions، هنعمل electrolytes عشان كمان الدايابيتس انسيبيدس اللي موجود مع بعض الحالات، البون من الاورجنز المهمة جدا في حالات الهيستيوسايتوزيس، الانجرهان سيلف لازم اعمل skeletal survey للبون عشان اشوف هل في osteolytic lesions او في bone disease ولا لا، chest x-ray، ولو عندي سكين ليجن اكيد هاخد منه بايوبسي. لكن الروتين لاب ان انا اطلب سي بي سي، ليفر وكيدني، هطلب الالكترولايتس، هعمل السيدريت والسي رياكتيف بروتين، وهعمل سكليتال سيرفي مهم جدا جدا جدا، واكيد خدنا سكين بايوبسي. الفيرذر انفستيجيشنز هتعتمد على الريزلتس اللي هتطلع من البيز لاين انفستيجيشنز. في البيوبسي زي ما اتفقنا انا عندي ماركرز مهمة جدا لازم اطلبها، محتاجة سبيشال ستين ومحتاجة ماركرز، محتاجة ان انا اشوف هل هي السيلز دي او الانفلتريت الموجود هل هو بوزيتيف للسي دي 1 اي واللانجرين والاس 100 ولا لا، لان المفروض لو الحالة لانجر هانسل هيستيوسايتوزس تكون اس 100 بوزيتيف بلس CD1A positive بلس Langrene positive، لازم التلاتة يكونوا positive عشان نفرقها من other histiocytosis. وخلي بالك ان لازم او الصح قوي ان احنا نعمل التلاتة، لان زي ما احنا شايفين في الفيجر في حاجة اسمها indeterminate cell histiocytosis، نوع كده في النص، هتلاقي الاس 100 positive والسي دي 1 اي positive لكن اللانجرين is negative، وده علشان كده لازم اعمل التلاتة ماركرز. الحقيقة للأسف احنا عندنا يمكن مش متوفر غير الاس 100 والسي دي 1 اي، لكن الصح ان احنا نعمل كمان اللانجرين، ده مفروض انه highly expressed by Langerhans cells اذا كانت فعلا دي Langerhans cell histiocytosis. الهيستيوباثولوجي ال H&E suggestive، لكن الconfirmatory ان احنا نعمل ال CD1A S100 and Langerhans. الانفستيجيشنز زي ما اتفقنا في baseline investigations هتتعمل لكل الحالات، والفيرذر investigations هتبقى directed حسب ال initial results. انا هتعامل مع الحالة ولا لا كدرماتولوجيست، خلي بالكم احنا اساس الكلاسيفيكيشن كان دوره في اختيار التريتمنت بلان، ولو الحالة single system والسيستم ده هو skin only يعني single system skin Langerhansel histiocytosis، ممكن الموضوع يعدي مجرد observation، لان ساعات فعلا يحصل regression للليجنز طالما ما عنديش اي مشاكل او complications، لا في bleeding ولا ulceration، ممكن مجرد just ان انا اعمل observation و follow up للpatients وممكن الليجنز دي كلها to regress لو هو
single system على مستوى ال skin. second line ممكن نستخدم topical steroids. third line ممكن نعمل phototherapy أو ندي topical tacrolimus. لكن لو ال skin involved as a part of multi system Langerhans histiocytosis سواء كانت low risk أو high risk إحنا مش هنكون أفضل حد يتعامل مع الحالات دي. أفضل حد الحقيقة الحالات دي كلها بتتعالج في الهيماتولوجي يونت في البيدياتريكس وبياخدوا كل الـ proper treatment. يعني لو هي مالتي سيستم الحقيقة إن الحالة جات لي بسكين ليجنز وأنا خلاص عرفت إن هي Langerhans cell histiocytosis حاولت إن أنا أعمل الانفستيجيشنز عشان أعرف هو أنا عندي المشكلة بس على مستوى الجلد ولا في other systems ده طلع في other organs فهو مالتي سيستم لكن ما فيش involvement حاصل للبون مارو ولا الليفر ولا السبلين فإحنا لسه في low risk. لو إحنا في المرحلة دي أفضل علاج بيتاخد في أغلب الحالات فعلا هو الفينبلاستين مع البريدنيزولون وده فعلا اللي بيستخدم في أغلب الحالات. مش إحنا اللي هندي التريتمنت زي ما قلت لحضراتكم أفضل حد هيتعامل مع الحالة في المرحلة دي إذا كانت من المالتي سيستم حتى لو هي لو ريسك هيبقى الإخوة في الأطفال. لو هي أكيد هاي ريسك it's not our case لكن دورنا هو التشخيص. الحالة دي بتلف كتير على الدرماتولوجيست على إنها سيبوريك درماتيتس فخلي بالكم من الديفرينشيال دياجنوزيس التانية اللي تدينا بيكتشر سيبوريك درماتيتس لايك الأسوأ أو worst case scenario إن الحالة تكون Langerhans cell histiocytosis. نشوف الحالة اللي بعد كده. هنا الأم جت ومعاها الطفل والولد ما بينامش ومطلع عيني وبياكلش وبيشربش وانا دهنت له كل المراهم وحطيت له كل العلاجات ومفيش فايدة وللأسف الموضوع بيزيد. من الحالات المهمة جدا واللي بنشوفها كتير وهي قالت ان فعلا الناس قالوا لها برضو ان الحالة دي شوية حساسية وهتروح لكن ما كانش فيه حقيقي improvement. من اشهر الحالات اللي بيحصل لها برضو ميس دياجنوزس وبيبقى للأسف حاجة سهلة وممكن تتعالج وما احناش بقى في سكة الهيستيوسايتوزس وكبرنا الكلام لا ده حاجة سيمبل جدا لكن برضو ممكن للأسف تتشخص غلط. دي سكيبس انفانتايل سكيبس له بيكتشر مميزة عن الكلاسيك سكيبس او الادلت سكيبس زي ما حضراتكم عارفين ان هو caused by the pregnant sarcoptus scabii وان الانفكشن بتيجي من close contacts فما يجي infant او طفل شاكين ان هو عنده scabies هو لسه بيبي صغير لا راح ولا جه ولا عرف يروح في اي حتة يبقى اكيد حد من الناس اللي ايه حواليه وطول النهار شايلينه وبيبوسوا فيه وبيلبسوه وبينيموه وبيأكلوه وبيشربوه اول واحدة لازم تشك فيها هي الام وكل الكلوز كونتاكتس الموجودين معاه في البيت. هو هيجيب الانفكشن منين؟ الولد يا عيني مسكين وقاعد في اللفة ما يعرفش اي حاجة. يبقى اول حاجة لما تشك في حالة سكيبس in infants لازم تعمل examination للكلوز كونتاكتس واول واحدة هي الام. يعني دي من الحالات اللي لما تيجي تفحص البيشنت البرايمري بيشنت البيبي اللي جاية بتشتكي من مشكلة عنده وبعدين تقوم فاحص على طول الام. مهم جدا itching pruritus وده غالبا بيعمل irritability قوية للطفل ما يبقاش قادر ان هو ينام كويس وبالتالي الفيدينج بتاعه بيتأثر طبيعي ان دي شكوى تحصل في الانفنس. عكس الكلاسيك سكيبس مهم جدا نبقى عارفين ان مع الانفانتايل سكيبس او the scabies in infants ان كل البودي كان بي involved كل السكين
يعني حتى مكان زي الفيس and the scalp كان بي involved، وده اللي يلخبطنا جدا مع الاتوبيك دروماتيتس حقيقي. يعني الفيجر اللي احنا شايفينه، التشيكس الجميلة الحمراء اللطيفة دي، ده الشكل اللي بنشوفه في العيانين الاتوبيك. لكن شوفوا الأجزلة، خلي بالكم ان الأجزلة دي من الأماكن المهمة جدا in general في موضوع السكيبس. وفي الانفنس أهم كمان من الأجزلة والانترتريجنس سايتس انك تدور في البالم والسول. ليه؟ لان البارو او الفارو اللي هو مفروض ان هو الباثوجنومونيك ليجن، برايمري ليجن للسكيبس، غالبا مش هنقدر نشوفه بسهولة. احنا بنشوف السكندري ليجنز، ولو لقيت السكندري ليجنز دي البابيولز والباستيولز والفازيكلز والاكسكرييشنز موجودة اكتر في الاكرال سايز، يعني في البالم والسول ان انفنت، خلي بالك الحالة دي ممكن قوي تكون سكيبس. من حسن الحظ الحالة بتاعتنا كان في انفولفمنت اكتر واضح جدا في الاكزيلا مع الام. كمان لما بدأت افحصها لقينا فعلا انها سكابيتك، وده سيناريو بيتكرر كتير جدا. ساعات الام تيجي كل الفوكس بتاعها انها جاية تكشف على الطفل او الطفلة اللي معاها، وما بتفكرش ان هي تكومبلين فيما يخصها هي، او ما بتربطش المشكلتين ببعض. لكن لما تيجي تبدأ تسألها تقولك بهرش، في حاجات، اصل جوزي كمان عنده، اصله كان مسافر مش عارفة فين، اصل رجع منين، وتلاقي فعلا ان في هيستوري، تعمل لها اكزامينيشن في الكلاسيك سايز تلاقي ان في ليجنز. فده سيناريو بيتكرر كتير جدا. لكن اللي يفرق مع الانفانتايل سكيبس او سكيبس ان انفانتس، البالم والسول دول مكانين مهمين جدا، ودي اكرال فيزيكلو باسول دي كلو للتشخيص. كمان خلي بالك ان الفيس هنا is not against scabies في الانفنس، ده بالعكس the scalp and the face can be involved. زي ما احنا شايفين في الفيجر، palm والسول مهمين جدا، ممكن تلاقي excreations، تلاقي pustules، vesicles، crustacean. الأجزلة لازالت من الأماكن اللي بتحصل فيها infection مع الانفنس with scabies. الفيس انفولفمنت از نوت اجينست انفانتايل سكيبس، بالعكس زي ما احنا شايفين الطفل الفيجر اللي في النص ده ممكن اول امبريشن ان هو اتوبيك مع شكل الفيس، لكن خلي بالكم ده مش حاجه تستبعد ابدا الانفانتايل سكيبس. البارو او الفارو اللي هو ان فيجر سي مش دايما بنقدر نشوفه بسهوله، يمكن يساعدنا استخدام الدرماسكوبي زي ما هنشوف كمان شوية. طبعا زي وزي اي سكيبس، الإزينوفيل من البروميننت انفلتريتنج سيلز في حالات البارازيتيك انفستيشن عن السكيبس. ولو حظك سعيد وخدت سكين بايوبسي وكنت يعني موفق، ممكن تشوف المايتس، يا سلام. الالطف من كده استخدام الدرماسكوبي، ولو ان انا بجد صعوبة في استخدام الدرماسكوب مع الانفانس والاطفال في السن الصغير، علشان ما شاء الله يعني ما بيسمعوش الكلام وما بيثبتوش خالص، فبتطلع صور جميلة. ما عدا بقى الفيجر اللي هوريه لكم دلوقتي، صراحة اللي صور الفيجر ده ياخد اوسكار. يعني سكيبس ان جنرال، يعني مش ان انفنت، بالدرماسكوبي فيجر رائع، حاجه مسميها دي جت بلين ابييرنس. خلينا نشوف طائره النفاثه، هي دي الجت بلين. الفيجر ده اللي جاي بعده اروع منه مليون مره. ده المفروض الشكل الاسكيبس بارو والمايت تحت الدرموسكوب. شوفوا بقى الفيجر الرائع ده اللي بقول لكم عليه، يا سلام. الاس شيب بارو من الاول للاخر، ده اللي في النص ده تقريبا اس شيبد من اليمين للشمال. هنبدا نتكلم من الرايت سايد. اول حاجة احنا شايفينها الغامق ده او اللي عليه السهم اللونه اورنج او راد،
ده الهيد بارت من السكيبس مايت. وبعدين الجزء الافتح اللي وراها ده البودي بتاعها ترانسلوسنت، شايفين فوق على الكورنر رايت ابر كورنر انا حاطط لكم شكل المايت والاجز بتاعتها وراها كده، تقريبا نفس البوزيشن ده داخل البارو متصور بالدرماسكوب. الجزء اللي على اليمين خالص دي المايت نفسها راسها وجسمها، ووراها بقى الاسهم الصغيره اللي لونها اورنج او رادش دي الاجز. لو خدت بالكم ويعني لبستوا كل النظارات هتقدروا تشوفوا الاجز بجد صوره يعني ممتازه. فالشكل اللي في البدايه ده بيسموه الدلتا ساين او الجيت بلين او الترينجل الموجود في البدايه ده تحت الدرموسكوب. لو قدرت تشوف الصوره دي في اي حاله سكيبس هيبقى شيء ممتاز جدا بجد. الصوره دي يعني very classic ممتازه. مره تانيه ما تنسوش ان مع الانفانس او في الانفانتايل سكيبس بتشوفوا اكتر الفازيكلز والباستيولز والنوديولز، بتشوف اكزيميتوس ليجنز، سكندري بكتيريال انفكشن، وكتير تتلخبط مع الاكزما. سهل جدا انها تتلخبط مع الاتوبيك اكزما كمان اذا كان في انفولفمنت للفيس. والاطفال دول اغلبهم فعلا بتبقى المين كومبلين irritability and poor feeding poor sleep، لان الايتشنج طبعا بيكون سيفير. في الانفانتس ايه طيب الانتي سكابيتكس اللي نقدر نستخدمها بسهوله؟ ده طبعا سؤال مهم جدا وحاجه في البراكتس لازم نبقى عارفينها تبقى واضحه في دماغنا، وازاي هنستخدم التريتمنت واحطه ازاي. هنا افضل دراج او الاف دي اي ابروفد هو البيرميثرين، وده ما فيهوش اي مشكله ان احنا نستخدمه، لكن بنستخدمه وانس بير ويك وبعيد بعد اسبوع. يعني هعمل النهارده وزي النهارده فاهم البيشن، النهارده يا ستي السبت هنحط التوبيكال تريتمنت بتاعنا بالبيرميثرين، وبعد اسبوع زي النهارده السبت اللي جاي هنعيد نفس الكلام مره تانية. في الانفنس اقدر احط التوبيكال على كل البودي سيرفيس اريا. خلي بالكم ده احنا عندنا الفيس والسكالب من الاماكن اللي فعلا بيحصل لها انفولفمنت بعكس الادلتس. وخلي بالك ما تنساش ابدا الكلوز كونتاكت، انت في الاخر بتعالج حاله سكيبس، فالفاميلي تريتمنت ده مهم عشان ما يحصلش فيلير اوف يور تريتمنت. وقلنا ان البرميثرين FDA approved مفيش مشكلة حقيقي، من الحاجات اللي بنستخدمها كتير مشوفناش اي مشاكل خالص من البرميثرين. بيتحط overnight ومرة وبعد اسبوع برجع اعيد مرة تانية. برضو من الحاجات اللي بنستخدمها وممكن نستخدمها في الانفنس هو السلفر، وان كان مفيش FDA approval لكن حقيقي احنا بنستخدمه كتير مشوفناش منه اي مشاكل في الانفنس. اللي أكيد غير مفضل ونوت ريكومندد ان انفنس هو الاندين، سواء لوشن أو كريم، علشان السايد افكتس ممكن تحصل منه على السي ان اس، والسي ان اس توكسيسيتي غير مفضل على الإطلاق. الحاجة الأأمن منه بكتير هتكون طبعا هو البرميثرين، وده غالبا هو اللي بنستخدمه في حالات الانفانتايل سكيبس، وبيبقى very effective وما فيش اي مشكلة. وان كان هم كاتبين ان في some tolerance حقيقة احنا بنستخدمه ما فيش اي مشكلة على الاقل في الحالات بتاعتنا في مصر. واعتقد دي نهاية السيناريوز بتاعتنا النهاردة، وان شاء الله اشوفكم على خير المرة الجاية.